يقول: هل هناك صلاة ركعتي تحية المسجد في المسجد الحرام، أم أن تحية المسجد الحرام هي طواف بالبيت؟ القادم من السفر يبدأ بالطواف ثم يصلي ركعتي الطواف، أما المقيم في مكة فإذا دخل المسجد الحرام يصلي ركعتين ويجلس، وإن أراد أنه يطوف فلا بأس. طيب، مخير، إن شاء يطوف ويصلي بعد الطواف، وإن شاء يصلي ركعتين ويجلس. أما القادم من السفر فتحية المسجد الحرام هو الطواف، يبدأ بالطواف.